الإمام والعلامة أيضا البشير الإبراهيمي رحمه الله في أول خطبة جمعة بعد الاستقلال في جامع كتشاوى الذي حوله الاستدمار إلى كنيسة، فعاد مرة أخرى إلى الجزائريين وأذن فيه وصليت الجمعة فخطب فيهم البشير الإبراهيم رحمه الله، وقال في خطبته: يا معشر الجزائريين، إن الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. فهو قد خرج من أرضكم، ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلا فيما اضطررتم إليه، وما يباح للضرورة يقدر بقدرها. هكذا يقول العلامة البشير إبراهيم: لا تتعاملوا مع هذا المستدمر الفرنسي، لا تتعاملوا معه. إذا لابد من قص الحبل السري بين الجزائر وبين فرنسا، لابد أيها الإخوة بشتى الطرق، بشتى الطرق لابد أن نستقل استقلالا كاملا حتى نستطيع أن نبني هذا البلد. أي محاولة للالتفاف حول هذه النقطة مزيد من التخلف، مزيد من الذل، مزيد من المشاكل، مزيد من الدم. نبقى هكذا أيها الإخوة، لابد أن تستقل ويستقل هذا البلد تماما عن أي كيان، ويبدأ يعمل ويبني في البلد التاعه مجددا كما فعلت كثير من الدول وانتصرت.